الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه. يا رب لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد اذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد يا مولانا كما انت اهله. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا وعظيمنا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا وشفيعنا محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين الاكرمين ومن اتبع هديهم واستنى بسنتهم الى يوم الدين. ثم اما بعد، ايها المؤمنون، فان خير ما نتواصى به في هذا الجمع الكريم المبارك تقوى الله، فهي نعمة ما يتزود به العبد للقاء مولاه. قال الله عز وجل: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. أيها المؤمنون، ونصلي ونسلم على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد، فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه من الطيبين والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. مر صلوات ربي وسلامه عليه على أبي هريرة وهو يغرس غرسا، فقال: يا أبا هريرة، ما تغرس أو ماذا تغرس؟ فقال: أغرس غراسا لي يا رسول الله. فقال: ألا أدلك على غراس أفضل منه؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فإنه يغرس لك بكل واحدة منها شجرة في الجنة. فإني أسأل الله أيها المؤمنون أن يجعلنا من أهل الجنة، وأن يكثر غراسنا في الجنة، وأن يجعلنا من عباده الذاكرين الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في مخلوقات الله. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن، إنه ولي ذلك والقادر عليه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عمار بيت الله، نواصل سلسلتنا المباركة التي بدأناها بالحديث عن المعاملات التي توصل المسلم إلى الجنة. قلت الموضوع مهم جدا، مهم لنا أن نعرف ما هي المعاملات التي نتعامل بها في يومنا، نتعامل بها وقد لا نلقي لها بالا وهي توصلنا إلى الجنة. أيها المؤمنون، فتكلمنا عن عيادة المرضى، وتكلمنا عن سماحة البيع والشراء، واليوم حديث آخر أقترحه عليكم لنعيش في ظلاله ونقتبس من فيوضات النور النبوي أسباب الهداية، أسباب النجاة، أسباب السير على طريق الجنة في المعاملات. هذا الحديث الذي قال فيه الحبيب صلوات ربي وسلامه عليه: من فارق روح الجسد، أي إنسان تفارق روحه جسده وهو بريء من ثلاث إلا أدخله الله الجنة، أو كما قال. أي روح، أي إنسان تفارق روحه جسده وهو بريء من ثلاث إلا أدخله الله الجنة. ما هي هذه الثلاث التي نعدها في باب المعاملات، والتي ينبغي على المسلم الذي يريد أن يتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتمثلها واقعا في حياته؟ هذه المعاملات أيها المؤمنون معاملات سلبية، أي معاملات ينبغي أن يتخلص منها المؤمن. تكلمنا عن عيادة المرضى، تكلمنا عن سماحة البيع والشراء، تلك معاملات موجبة، أي يجب على المسلم أن يتحلى بها. لكن هناك معاملات ينبغي لك أن تتخلص منها إن أردت النجاة في الدنيا والآخرة. ما هي هذه الثلاث التي من أعانه الله أو وفقه الله أو حفظه الله فتبرأ منها ولقي الله وهو بريء منها دخل الجنة؟ أولها أيها المؤمنون الكبر. فقال حبيبنا صلى الله عليه وسلم: الكبر والدين والغلول، هذه الأشياء الثلاثة ينبغي للمسلم أن يفر منها فراره من الأسد. من أراد النجاة، من أراد أن يفوز بالجنة،
مخلصا او خالصا او طاهرا او مبرئا من هذه الثلاث. الكبر، والكبر ايها المؤمنون قد يقول بعضكم انه خلق باطني محله القلب، فلماذا ندخله في المعاملات؟ الكبر في القلب، الكبر مرض، ياتي الشيطان لاحدنا فيستغل ضعفه ويستغل مرضه ويستغل ضعف ايمانه وبعده عن الله فينفخ فيه فينتفخ، ينفخه الشيطان فيصور له بانه افضل من غيره وبانه اعلى من غيره وبانه اكمل من غيره وبان الناس كلهم دونه، فيتعالى بنفسه ويترفع فيعامل الناس بالكبر، فيظلم الناس، ياخذ حقوقهم، يرد الحق مهما كان مصدره ومهما كانت البينات ساطعه على اثباته. لذلك نبينا يحذرنا ايها المؤمنون من هذا الخلق الذي له انعكاساته في معاملاتنا للناس المتكبر. وان اقفل على هذه الصفه الذميمه وغلق ابواب قلبه، الا ان هذا الخلق الذميم منه سيظهر في معاملاته للناس. لذلك ادخلناه في باب المعاملات التي توصل صاحبها الى الجنه. المتكبر ترى ذلك في معاملاته، والمتواضع الضعيف المتضاعف كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم تلمس ذلك في معاملاته. لذلك قال عن المؤمن انه هين لين الف مالوف، بعيد عن التكبر، بعيد عن قمط الناس حقوقهم وظلمهم والاستعلاء عليهم والتكبر والازدراء والاحتقار. هذا هو المؤمن. اما المتكبر عاذاه الله واياكم، هذا الذي نفخه الشيطان، اغواه الشيطان، خدعه الشيطان، جعله يتعالى على مخلوقات الله عز وجل، جعله يزدريهم ويحتقرهم، هذا في النار ومحروم من الجنه عافانا الله واياكم. فلذلك قال: من مات وهو بريء منها دخل الجنه. الكبر. ولذلك قال في الحديث الاخر: من كان في قلبه مثقال ذره من كبر لا يدخل الجنه. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال الرجل خائفا وهو يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن معنى الكبر قد أشكل في ذهنه وفهمه على غير معناه الذي أراده رسولنا صلى الله عليه وسلم. فقال: يا رسول الله، إن الرجل أي منا يحب أن يرى ثوبه نظيفا، ثوبه حسنا، ويحب أن يرى نعله حسنا. أي واحد منا يريد ويحب أن يخرج أمام الناس بالثوب الحسن وبالحذاء الحسن، يخرج أمام الناس بالأثواب الطاهرة النظيفة، هذا لا عيب فيه وهذا لا ذنب فيه، والله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. الله أنعم عليك بهذا وحرم منه أناسا آخرين، فلذلك واجبك أن تؤدي شكر النعمة بأن تحمد الله عز وجل على ما أعطاك ومنع منه الآخرين، هذا يكون شاكرا لا يكون متكبرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليوضح لهذا الرجل ومن خلاله للصحابة ومن خلاله لهذه الأمة المرحومة معنى الكبر المانع من دخول الجنة في المعاملة، فقال صلوات ربي وسلامه عليه: إن الله جميل يحب الجمال. الله يحب منك أو يحب أن يراك أيها المسلم في أجمل هيئة، يحب أن يراك في أحسن ثوب وفي أحسن حالة. ولذلك قال: خذوا زينتكم عند كل مسجد، وقال: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إن الله لا يحب المسرفين. وبوب عليه الإمام البخاري: كلوا ما شئتم واشربوا ما شئتم والبسوا ما شئتم من غير إسراف ولا مخجلة. الله يحب أن يرى أثر نعمي على عبدي، هذا ليس تكبرا، لكن التكبر. اسمع إلى رسول الله وأحذر نفسي وأحذر إخواني من الكبر الذي يقصده رسول الله. قال: الكبر بطر الحق. الكبر بطر الحق، معناه رد الحق. يرى الحق واضح مثل الشمس واضحة في ضوء النهار، ولكنه يقول: لا أقبله. يرى نفسه أعلى من الحق، يأتيه الحق واضح: يا فلان أنت ظالم، ها هي البينة.
الناس ويرى نفسه الأعلى ويرى نفسه الأفضل، لذلك رد الحق ولم يقبله وهو واضح وهو بين والحجج عليه باغرة. فهذا هو المتكبر الذي يرد حقوق الناس ولا يقبل الحق أبدا مهما ثبت. أما القسم الثاني الذي يظهر في سلوكات المتكبر عند المعاملة وهو قال عنه نبينا غمط الناس، يرى نفسه أفضل من الناس ويثبت هذا التفكير في قلبه ونفسه، فيظهر بعد ذلك في سلوكاته متعاليا متكبرا مستهزئا مزدريا للناس، ثم إذا احتقر الناس وازدراهم أخذ حقوقهم وسلب أموالهم واعتدى عليهم واغتابهم وسبهم وشتمهم، حتى قال عنه ابن القيم فيدفع صاحب الحق في صدره كدفع الصائب. لما يأتيه الإنسان يقول يا فلان ظلمتني، يا فلان أخذت حقي، ها هي الأدلة، هؤلاء يرشدون، قال يدفعه في صدره كما يدفع الصائب الذي يحمل السلاح فيدفع المظلوم أو يدفع الإنسان الضعيف. أيها المتكبر لا تفرح مهما كانت سطوتك، مهما كثر مالك، مهما صارت وجاهتك، مهما على منصبك، تظلم الناس اليوم ولكن عند الله عز وجل الله أخذ على نفسه عهدا بأن ينتقم من الظالم أو من الظالم للمظلوم ولو بعد حين. اتقوا دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله إجاب، وإن الله عز وجل قال بدعوة المظلوم وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. لذلك التكبر معاملة سيئة، التكبر معاملة لا ينبغي للمسلم أن يتصف بها. من أراد الجنة فليسر على منهج رسول الله، منهج البراءة من هذا الكبر الذي قال عنه نبينا صلى الله عليه وسلم وهو يصنف الناس يوم القيامة إلى نزلاء الجنة ونزلاء جهنم، فقال صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بأهل الجنة؟ قال الصحابة بلى يا رسول الله، قال كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لأبره. هذا الضعيف فيما نرى نحن، ضعيف لأنه فقير، ضعيف لأنه محتاج، ضعيف لأنه مريض، ضعيف لأنه شيخ كبير ليس له من يقوم به، هو ضعيف في أعيننا، لكن النبي يقول هو من أهل الجنة ما دام ملتزما بشرع الله، هو ضعيف متضعف، يقول عنه لو أقسم على الله لأبطل. ثم يقول أتدرون من أهل النار؟ فيقول الصحابة بلى يا رسول الله، فقال كل عتل جواد مستكبر. أهل النار هم المستكبرون، أهل النار هم الظالمون، أهل النار هم الذين لا يدعون للحق، أهل النار هم الذين يحتقرون الناس ويزدرونهم في المعاملة. هذه ليست من سلوك أهل الجنة بل هي من سلوك أهل النار. لذلك يروي لنا سيدنا أبو هريرة حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه تحاجت الجنة والنار، أي حدث حوار ومحاججة بين الجنة وبين النار، فقالت النار للجنة أوثرت بالمتكبرين والجبارين، أي نزلاء النار أكثرهم من الجبارين والمتكبرين، وقالت الجنة وأوثرت بالضعفة والمساكين. فقال الله عز وجل للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء. قضى الله بينهما وسمع الله حوارهما حوارا لا نستطيع أن نكيفه، فالله أعلم به كيفما وقع وعلى الحال، لكننا نؤمن به إيمانا لا يتزحزح بأن ما أخبر به النبي الصادق المصدوق نقبله ونسلم له التسليم. لكن العقول، هذه العقول لا تستطيع أن تدرك فيكم الأشياء العظيمة التي طريقها النص والخبر، فنؤمن بها ونصدقها ونقول صدقنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمنا بما قال. فقال الله عز وجل للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، وقال للنار أنت عذابي أعذب بك من أشاء، ولكليكما ملؤها. كل واحدة منكم ستمتلئ، تمتلئ الجنة بأصحابها وتمتلئ النار بأصحابها من الظلمة والمتكبرين والجبارين والذين يردون الحقوق ويظلمون الناس.
ويعتدون على الفقراء والمحتاجين واليتامى والمساكين. هؤلاء نزلهم الدائم العذاب والعياذ بالله. لذلك أيها المؤمنون، جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل لا ينظر يوم القيامة أو ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ثلاثة لا ينظر الله إليهم في يوم يتمنى الناس، يتمنى أهل الإيمان نظرة لوجه الله عز وجل. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. أعظم ما يعطاه أهل الإيمان يوم القيامة في الجنة النظر إلى وجه الله. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا النظر إلى وجهه الكريم وأن يجعلنا من أهل جنته. مهما أعطيك في الجنة يا عبد الله، مهما أعطيك في الجنة، والله لن تعطى عطاء أشد من أن تنظر إلى وجه ربك الكريم الذي طالما عبدته وطالما سجدت له وطالما أتمرت بأمره وانتهيت بنهيه. لذلك فليكن دعاؤكم أيها الموفقون أيها المباركون أن يرزقنا الله عز وجل يوم القيامة نظر إلى وجهه الكريم. ثلاثة لا ينظر الله إليه، عذاب عظيم جدا أن يحرمك الله عز وجل من النظر إلى وجهه. الكفار والمنافقون يركعون فلا يستطيعون أن يرفعوا رؤوسهم ليروا خالقهم يوم القيامة، لأنهم ما عبدوا في الدنيا وما أحبوه وما ذكروه وما تقربوا إليه فيحرمون جزاء الوفاق. لذلك لا ينظر الله إليه ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. من هؤلاء المحرومون يوم القيامة؟ قال نبينا صلى الله عليه وسلم: شيخ زاني وملك كذاب وعالم مستكبر. شيخ زاني. قال ابن تيمية وما أجمل ما فسر به هذا الحديث، قال: لماذا هؤلاء الثلاثة يعاقبون عقابا شديدا لا يعاقبه غيرهم؟ قال: لأن هؤلاء الثلاثة اشتركوا في الوعيد الشديد، لأنهم اشتركوا في ذنوب ثلاثة مع ضعف الداعي إلى هذه الذنوب. يزني الشاب ويزني الشيخ، لكن داعية الزنا عند الشاب أقوى، ويزني الشيخ وداعية الزنا عنده أضعف. فما الذي يجعله يرتكب هذه الحماقة؟ يكذب الإنسان العادي ويكذب الملك، لكن كذب الإنسان العادي له داعي، لأنه ضعيف يخاف فيختفي في ظنه، يختفي خلف الكتفة، ولكن الملك قوي فلماذا يكذب؟ ويتكبر الغني ويتكبر الفقير، فالغني داعية الكبر عنده موجودة لما عنده من مال امتحن به، ويتكبر الفقير وداعية الكبر عنده ضعيفة. فلما اشترك هؤلاء الثلاثة في هذه الذنوب مع ضعف الداعي فيهم دل ذلك، وعلم الله على أن في أنفسهم من الشر ما ليس في نفوس غيرهم، فكان عقابهم شديدا لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أسأل الله عز وجل أن يعافينا، نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله السلامة والنجاة، نسأل الله الهداية والرشاد، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل الإيمان الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله، الحمد لله وكفى، ثم الصلاة والسلام على أنبيائه الذين اصطفى. أما بعد، عمار بيت الله، أما المعاملة الثانية أو الشيء الثاني الذي ينبغي أن نتخلص منه إذا أردنا الفوز والجنان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فهو الخلاص من الدين أو من الديون. في الخطبة الماضية تكلمنا عن السماحة في القضاء والاقتضاء، فكان من بعض المصلين بارك الله فيهم أن قالوا: إن الخطبة غير محتملة، لأنك تكلمت عن الذي يعطي الدين ولم تتكلم عن الذي يأخذ الدين، فكما تكلم الدائن بأن يحسن المضاربة لا يكتمل الكلام حتى تكلم صاحب الدين بأن يحسن القضاء. نعم، وها هو الحديث يجيب على ذلك. قال نبينا صلى الله عليه وسلم وهو يخاطب الصحابة: لو قتلت في سبيل الله مقبلا صادقا مقبلا غير مدبر ولك دين فإنك لا تدخل الجنة، لا تدخل الجنة. من قتل في سبيل الله صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر وعليه دين لم يقضيه قبل أن يموت لم يدخل الجنة. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: النفس
محبوسة بدينها، أو النفس المؤمن محبوسة عند باب الجنة بالدين. الدين خطير، لذلك كان الحبيب صلى الله عليه وسلم عندما تعرض عليه جنازة في بداية المرحلة المدنية كان يسأل أهل الميت أعليه دين؟ فإن قالوا نعم يا رسول الله قال خذوا ميتكم وصلوا عليه وادفنوه، فلا يصلي عليه الحبيب صلى الله عليه وسلم لعظمة الدين، لأن الدين حبس يوم القيامة وسجن عن الدخول في رحمة الله وفي الجنة. أيها المؤمنون، ثم لما كثر المال وجرى بين أيدي النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، إذا قيل له فلان ميت وعليه دين كان يتكفل هو بقضاء دينه لعظم الدين أيضا. لذلك يخاطب الأمة فيقول سبحان الله ما أشد ما عظم الله أمر الدين، سبحان الله ما أشد ما عظم الله أمر الدين، لو أن رجلا قتل في سبيل الله ثم حي ثم قتل ثم حي ثم قتل، أي ثلاث مرات، وعنده دين لم يدخل الجنة حتى يقضى عنه دينه، شهيد يموت ثلاث مرات وعليه ديون لا يدخل الجنة حتى يقضى عنه دينه. أيها المؤمنون، لذلك قال نبينا من استدان وهو ينوي القضاء قضى الله عنه، ومن استدان وهو لا ينوي القضاء لم يقض الله عنه. الدين أيها المؤمنون شيء عظيم، لذلك نخاطب من يحتاج إلى الدين أن يستدين بقدر، فلا يستدين إلا عند الحاجة، لا يستدين من أجل الكماليات. فإذا استدان من مسلم فعليه أن يوفق الدين بأن يكتب كتاباً يحفظ فيه أموال الناس، ويضع وصية تحت وساده مثلما أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر وعنده شيء يوصى به لا يبيتن ثلاث ليال إلا ووصيته تحت وساده أو تحت رأسه، أو كما قال صلوات الله وسلامه عليه. هذا الدين. وأما الغلول وهو الثالث وقد شرحناه مراراً، الغلول هو أخذ الأموال العامة بغير حق. الغلول أن يسرق من المال العام بغير حق، هذا غلول حرمه الله عز وجل. من يغلل يأتي بما بلغ يوم القيامة، من يغلل أي الذي يأخذ من المال العام من أموال المسلمين بغير حق يأتي يوم القيامة فيطبعه الله على رؤوس الأشهاد. فإن غل بقرة جاء يحمل البقرة، وإن غل كبشا جاء يحمل الكبش وهو يصيح، وإن غل كذا جاء يحمله، وإن غل بأن غير الأوراق ليأخذ ما ليس له جاء وهو يحمل الصامت، أي الأوراق التي تشهد عليه يوم القيامة. عظمة الغلول والسرقة من المال العام نأخذها في حديث الشملة كما في صحيح مسلم أن رجلا قتل في سبيل الله فنادى الناس يا هنيئا له الشهادة، يا هنيئا له الشهادة. فجاء جبريل لرسول الله وأخبره بقصته وبأن هذا الرجل قد أخذ شملة من مال المسلمين قبل أن تقصر الغنائم. فقال النبي بعد أن أخبره جبريل وسمع الناس وهم يتصايعون ويقولون يا هنيئا له الجنة والشهادة، قال والذي نفسي بيده إن الشملة التي غلها لتشتعل عليه في قبره، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذه شملة يا جماعة، ثوب شملة، بقعة قماش تشعل عليه القبر نارا، فما بالك بأولئك الذين يغتصبون أموال الأمة ويسرقون مقدرات الأمة ويأخذون أموال الفقراء واليتامى والمساكين. هؤلاء أمرهم خطير وعقوبتهم عند الله جليلة، فنسأل الله عز وجل لنا ولهم التوبة والسداد والتوفيق. نسأل الله عز وجل أن يردنا إلى ديننا ردا جميلا، نسأل الله أن يوفقنا لما فيه خير الدنيا والآخرة، نسأل الله عز وجل أن يهيئ لنا أبواب السعادة في الدنيا والآخرة. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.